إلى أزمة النازحين المستمرة، فقد تزداد معاناة النازحين في مخيم عمارية الفلوجة الذي يضم أكثر من 9000 عائلة نازحة من مختلف مناطق الأنبار، حيث تفتقر خيامهم لمستلزمات الحياة الأساسية. كما يعاني النازحون من ندرة مياه الشرب فضلاً عن غياب الرعاية الصحية. احنا الناشد ترجعونا على بيوتنا، بهذنا حالة، بهذنا نشكي من الله ثم من عندكم انتوا يا الطيبين، شوفوا لنا حل. احنا نطالب الحكومه لان شوفوا المأساة اللي عايشين احنا بيها، هاي صار لها تقريبا 3 ايام هذا المطر يدق بينا وبعوائلنا، هاي تجي عليها حكه بالاطفال والكبار، هم تينا اسخونه مي شرب ماكو، هاي 6 ايام ماكو مي شرب، قالوا يبيعونه بألف دينار الدبه برا، المي التناكير ماكو، البارحه جابوا لنا نص تنكر ما كفى العوائل. ايش بقينا احنا التاميم، احنا كل رجعوها المناطق، كل رجعوها جوابه قريه العصريه زنقوره، كل رجعوها، ليش بقينا احنا؟ شنو ذنبنا؟ احنا رجعونا البيوت، البيوت ما في شيء امنه.